راجل ده بيع العشرة كان بيرزق ربي كهرباء هذه ب 32 مليون يسوق فيها طيب 27 قديش هي هذه؟ ب 32 تويوتا ياريس يسوق فيها طيب ب 27 اقل اقل من السوق اقل من السوق شنو هي؟ سيبك حاجة مسيبك مسيب لا اله الا الله مبروك باهي نحيل شوي نحيل شوي نحيل شوي 28 باش نحيلك باهي سيدي هاكو 700 سيب علينا هيك لا يا ولدي لا 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 خير ربحوا بالصواب ولا بلاش صدقني خلينا نفهم قداش؟ بالمدينة لا لا يا ولدي لا لا ما نشدش ما نشدش وجهك خير من فلوس بلاش انت لا انا هو على بالله هو على بالله لا لا يا ولدي لا لا يا ولدي عطية تو كي جيت ومشيت وجيت ومشيت يعزك تربح مبروك الله يبارك فيك ويهنيك ايش نعطيك؟ ايش نعطيك؟ مكسرة الوحدة اعطيه فطور وي ايش هو قالك اعطيني فطوري هذا قالك اعطيني مبروك وين مبروك خليت مليون التالي من راس مالي زوز ملايين خليت زوز ملايين خسارة التالي على سمية وعندها تو عندي يمكن يجي شهر ازرد 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 كان مين وبربي ها هو مدي 100000 عربون سمسار قال اعطيني 20 هاي مين بالشبه ومنين باش دور ومش من نتيجه من نتيجه سمسار ضرب 20 ها ضرب 20 تو هو قدامك عطاني 180 فيديا يخزر كيفك يخزر كيفك عليه ضرب 20 هذا خي قال لي انا بعتها لك هو اللي باع لي الاطبل هاي هو قاعدك قاعدك هيك هاي بحالك بالخساره الزملايين التالي بحالك خساره الزملايين وخذوا 20000 عندها تو شهرين هز رد هز رد دم تبرسك هبط تطلع هبط تطلع هبط تطلع شوف هذاك ب 30000 ومزود 30000 والمكس 20000 الحاج المفتاح هو ماك ربحت له؟ ايه برا ربي عينك وهذاك ونديه شنو نكتبوا الكهرباء نهزوا كهربتنا يا شيخ باش تهز انت ب 100000 باش تهز الكهرباء 30 مليون انت عندك انت على الكاميرات عندك انا حاش حبوا يسيبوا الكهرباء ب 100000 ب 100000 يحب يسوق الكهرباء وهي الزلة مبروك ان شاء الله ان شاء الله تربح الحاج ان شاء الله مبروكين عليك وان شاء الله مبروك على السيد اللي شراها فهمتني هذا ما نقولوا له خذوا البرسك هز الدوبل نتاعك هدو هل تو تعدى ما غادي نكلمك في التليفون هز دوبل وكاو بيع ولا شاري ولا قشار ولا شنو؟ راني قشار ولا راني بيع ولا راني شاري فهمت زيد نعم في دوره فهمت ومروح على روح الكتروك هلا ماك تشوف فيها الدنيا ميتة على الاخر باش قولك في الاسفام تاع الكراب كنت تسمع الاسعار كي كراب اللي كانوا ب 20 ولا ب 40 اللي كانوا ب 40 ولا ب 60 اسمعني تحب انا كنت تحب نحكيو باللوجيك ولا ما نحكيوش باللوجيك هي اذيه تو تقول من 20 مشيت ل 40 راه ما فماش منها جمله راهي الحكايه هذيك انا نهزك توا الكهرباء كانت قبل تخدم ب 20 و 25 توا مولاها قايل عليها بالضبط 37 مليون توا ساقي ساقك نهزك الكهرباء ودي انا بالنسبه لي انا يستحيل ومستحيل زد والله ورس خويا من دي اش معناتها باش تزيد معناتها 200% باش تزيد امبوسيبل معناتها فهمت الحكايه هذه تحكيو فيها معناتها اما فما برشا ناس يجي ما يعرفش يبدا يتكلم هنا انا فهمت القشاره يصوروا في 3 ملايين ويصوروا في 2 ملايين ويصوروا في 3 ملايين يمسخوا فيها ما كيك حرام بوريان تقول الكهرباء فهمت من 20 ل 40 مليون ما عندها ديريكت ما تمشي للقشار هذا فهمت كيفاش علاش العباد يقول لك خويا من اخوياش ما عند قشار القشار يا خويا اعطيها لي تحت وزن جاوبني عليه باش نجاوبك انا انت باش تاخذ القشار وباش تاخذ الكهرباء انت انا باش ناخذ الكهرباء وفي من القصه بعضها نحطوا القشار على شيرها فما انت باش تاخذ الكهرباء عجبته الكهرباء عجبوا المونطون نتاعها مرحبا ما عجبوش يمشي الكهرباء اخرى وسهل العمليه وهون يقول لك برشا رجال هنا حطموا القشاره خدش بيه القشار فهمت يطلب سارق متحيل عنده زوز فلان كي يدور فيهم شنو المشكل فهمت كيف؟ يقول لك القشار وصل حتى فلوسه في كهرباء موش يلعب معناتها الكهرباء راه قلبها وشافها معناتها ترجع ولا يشوفها فهمت كذا وما يحصلش القشار علاش ما يحصلش؟ ما انت ما يخذيش اكسيدونتي ما يخذيش مبيله ما يتغشش القشار لا يتغش تتعدى عليه سبحان الله كمان لله فهمت فما حاجه حاب نفهمها انا ملي دخلت للسوق اللي وصلت توا هوني سبحانك يا ربي الكراهب كلهم لها طبه كل كهرباء تغزل برا البريد سرقها بواحدة بتسيق بتاع تبيب الطب كل بعد كرهبة ولا شو الحكاية راك تغلط عايش خويا راك راه والله يا ودي راك هنا راك تظلم في الناس انا قلت لك تظلم في الناس سبحان الله انا خديت كهرباء من عند تبيب تو انت مع تبيب وجارك مع تبيب وجارك مع تبيب كلكم خذوا مع طب اعطيني تو ثلاثة أربعة كهرباء تاع تبيب وريهم لي نقول لك حاجة اقدر تو انت لتو
كتلقى اربع خمسه كراب تبيعوا توا فما ما تبيعش الدنيا ميته، ليش الدنيا ميته وفهمت المرض هابط على البلاد وباش يدي يرجع للمرض فهمت كيف؟ شكون توا فما مرض في البلاد توا شكون باش ياخذ لك كهرباء؟ يقول لك باش ياخذ لك كهرباء نعمر به داري. نقول لك انا شكون اللي رابح في الحكايه هذه الكل؟ مسيك اللي عامل برويتها تعترف ماكله هذاك الوحيد اللي يخدم على روحه، الباقي القشار اخوي قاعد تصرف جي تصرف وتروح تخلص باركينغ وتروح هاي مالك والسمسار والقشار اللي تحط عليه اقل شيء يروح ب 100000 خلي 100000 مين سالك؟ لا والله لا انت ما تشدنيش يلوح 100000 ليه؟ خاطر المره الاخرى حاطين في الويع قال لك انا نصور في الزملاين في الكهرباء قال لك بقى لي ستر حسيت الزملاين لا لا ما فماش منها والله لا فما منها ها قدك فما منها هاك اسالها هي اخويا اسالها هي اسال اسال الزوالي ما عادش لاقي معاكم حتى شيء لا والله اليوم هاي الفرحانين هوني في سوق الكراب كان اللي عنده ماكله يبيع فيه سواء كسكروتات ولا ترفتات اما القشاره والبياعه مو مش فرحانين اينو بربي اينو بربي اينو بربي السوق اليوم والله العرض اكثر من الطلب الكراب موجوده والشراء اينو بربي تبارك الله السوق مكبيك تشوف فيه معبي عبيد هابطه ماشيه جايه قشاره هذيك ولا 90% قشارة تشري من بعضها القشارة كل تشري من بعضها تو الشرية صحاح ما عادش علاش؟ ايش الكراب غليت بصراحة احنا نخدموا نبيعوا ونشروا ما غليت الكراب هذا هو الموضوع نتاعنا كرهب كنت قبل تخدم ب 16 وصلت ب 23 في اقل من عام معناتها علاش؟ كيس دو روشونج غليت ليد العاملة بتاع الميكانسيان غليت الكتريسيان غليت تابسي غليت ما عادش الاسوام تاع قبل ما عادش توجدها تو ما عادش توجد بالك كان في تونس كهو كهرباء قد ما تزيد في العمر قد ما يزيد سومها عليه والله شو نقول لك خويا هي توا كنت نشوف في سوزيكي اصلا خرجت تبع 20 طالب فيها 26 26 مليون 6 ملايين وفيها بولر مكسر على اليسار هز ولا خلي هذيك هذيك شو تعمل علاش يقول لك القشار يا خويا يحلي لي منه قشارة والله يا ريت انا ننصح كل مواطن مش يشري من عند القشار خاطر القشار ما تعيش فلوسه في كهرباء خايبه ما يشريش كهرباء خايبه خاطر ما ينجمش يحط فلوسه في كهرباء ما تبيعلوش من بعد. خاطر إذا كان يحط فلوسه في كهرباء ما تبيعلوش ما يمشي يعمل رسمية لأخي، مستاهل باش يخدم الكهرباء. بحكم أنت هوني معناتها تفهم بالكدا في الكهرباء وولد سوق وتعرف ونعرفوك من قبل، أعطيني خويا أنا نحب نعرف أنهم الكهرباء بالحق هوني منصوحين بالكدا ولا عليهم برشا طلب. والله البيجو بصفة عامة. بيجو بصفة عامة مطلوبين. لا الفولكس فاجن مرتبة ثانية هذيك، خاطر الفولكس فاجن قطيعه غالية. بينما البيجو ينجم يقاوموا الزوالي. فولكسفاجن القطعة بحسابها، من القطعة اللي تحطها تنساه. حتى القطعة اللي تحطها تنساه. هما تو اللي يسكروا فيهم في السوق موجودين كان يقول في سيس باهين كاو. أما الكلهم كردونك. قلت لي في الكواليس الكهرباء هذه كادو. إيه. البنتك البنت 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 كادو البنت. كادو البنت باش تعرس العام الجاي كاو. فهمتني هاي هربت هي خايفة من خطيبة فهمتني. سيلو. والله خذيتها لها هيك هي معناها باش تمشي بها وتجي الخدمه وكذا ومنه ومنه خاطر التاكسيات ما ثماش. المشكله في السوق تعرف المعيشه غلات، كراب كانت رخيصه وقديمه وكذا توا الامبورتاسيون تاع الكراب ماشيه وتطلع، الاسوان ماشيه وتطلع، الدينار طايح، اللورو طالع، دونك فهمني الزوالج باش تلقى كرهبة كانت تسوى ب 20 ب 20 مليون ولا توا 46 46 توس 46 ثم سيارة شعبية من اللي كانت تسويمها 28 تو واصلة للواشة 50 وين ماشيين بهذا؟ وين ماشيين الله أعلم وين ماشيين خويا وك تعرف تو في البلاد هذيا فهمني باش تسقل على المشاكل وعلى الواحد على البركاجات وعلى كذا وعلى درجة ألف حاجة في حاجة يلزمك كرهب وعائلتك يلزمك كرهب باش تتنقل كموظف ولا ككوميرسون ولا فهمني ككذا يلزمك كرهب لكن وين باش نوصل؟ مع أن وين باش نوصل؟ دونك لهنا ما عادش تحكي على الكراهه وما عادش تحكي على الاسوام وما عادش تحكي على بالطبيعة العباد الدور 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 وتروح اللي عنده مونطون معين زوالي مسكين فهمني كذا يقول لك خليني خويا يزيني فديت من الكيران ومن الترونسبور تشوف كل يوم جريمه كل يوم حكايه كل يوم كذا كل يوم تعب كل يوم فهمني كذا لازم يخمم في معيشته في الدار وباش ينزل على روحه وباش يداين وباش فهمني كذا باش يعمل كهرباء يلقى روحه فهمني عباره واحد كيما الدار تو شكون نجم يشري دار صحيح ولا لا شكون إن احنا نفهم حاجه حاجه هذه ما تلقاها كان في تونس بلاد الوحيده في العالم الكل الكهرباء قد ما تزيد في العمر قد ما تزيد في السوم نتاعها تزيد في السوم نتاعها خاطر الامبورتاسيون خاطر الكهرباء جديده غلي الدينار طايح كانت الامبور كانت الاسوام كي تستورد انت الكهرباء بسوم معقول الشعبيه برا شوف
والشعبيه تضرب 5 سنين و6 سنين وانت تستنى في سياره شعبيه. وسط كهرباء تبيعت اكثر من سومها، معناتها اللي خرج منه مده. يعطيك الصحه. صحيح.